أن آيات الصيام جاءت بعد آيات القصاص وآيات الوصية، وهذا يبين فيه أهل العلم مناسبة الآيات لما قبلها. فجاءت الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين، ثم جاء مشروعية الصيام. ما وجه التناسب بين القصاص والوصية والصيام؟ وكلها ترى بحرف الصاد. من حكمة الله جل وعلا أن يروض النفوس. القصاص فيه إتلاف للنفوس، نوع مشقة. الوصية إخراج المال، أيضا نوع مشقة. الصيام فيه نوع مشقة في الإمساك عن الطعام والشراب والجماع والمشتهيات. هذا وجه مما ذكره أهل العلم في مناسبة هذه الآيات لما قبلها.